أحييكم أطيب تحية وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج للتاريخ. في حلقتين ماضيتين من الحوار مع القاضي منير حداد استعرضنا صفحات مهمة من التحقيقات التي أجراها القضاء مع صدام حسين والمتهمين معه. في هذه الحلقة سنتواصل مع القاضي منير حداد وسنكرس هذه الحلقة لقرار الإعدام الذي صدر بحق صدام حسين وحيثيات تنفيذ هذا القرار واللحظات التي سبقت ورافقت وأعقبت عملية التنفيذ. مرحبا بك أستاذ منير. أهلا ومرحبا. قرار الإعدام صدر بقضية الدجيل. نعم. هل كان القرار بالإجماع؟ في البداية احنا كنا 7 من أصل 9 أعضاء، كان قاضي أحدهم في كردستان والآخر في الحج، فكنا 7 وهذا جائز قانونا. بالبداية يعني كان التصويت 4-3، ثلاثة اعترضوا؟ يعني كان أكو نوع من الاعتراضات وكذا. مو نوع، لو اعتراض لو تحفظ لو موافق، ما شنو نوع من الاعتراض؟ إيه يعني كان أكو نوع من نوع من المجادلة، بعضهم أحب يتأخر القرار، يتأخر أحد القضاة قال بعد شهر خلص. يعني الاعتراض مو على القرار، على الآلية وعلى نعم على التوقيت. نعم. أي نعم، يعني كل واحد له نوع من المبرر. أكو من اعترض منهم على أن القرار كان بإجحاف مثلا؟ مو يعني بهالصيغة هذه، لكنه قلت لك أحد القضاة مثلا قال بعد شهرين، أحد القضاة كان عنده تحفظ آخر يعني، بس القرار صدر بعدين بالإجماع. بعد كم تلي القرار على المتهمين؟ يعني اختلت المحكمة وأصدرت قرار الإعدام، بعد كم تلي القرار؟ نفس اليوم؟ لا هو ما يتلى القرار، هو قرار الهيئة التمييزية ما يتلى. لا مو قرار الهيئة التمييزية، قرار المحكمة الجنائية اللي اتخذها القاضي رؤوف. ما أتحدث بس عن التمييز، أتحدث عن قرار المحكمة الجنائية، الهيئة القضائية التي أصدرت محكمة الجنايات الأولى. محكمة الجنايات الأولى. يعني بعد كم شنو؟ يعني بنفس اليوم اختلت المحكمة وأصدرت القرار وتولي القرار، أم القرار يعني اتفق عليه ثم في جلسة؟ لا أبدا، كانت في جلسات عندهم اجتمعوا كثير وبعدين صدروا القرار. صدروا القرار. نعم. والقرار يحتاج إلى مصادقة الهيئة التمييزية. أكيد. وأنتم الهيئة التمييزية الثمانية، مو قلت ثمانية؟ تسعة. 7 من عندنا كانوا حاضرين. طيب قبل أن يصادق على القرار، رئيس الوزراء نوري المالكي قال عبر وسائل الإعلام أن هذه السنة لا تمر إلا ينفذ حكم الإعدام بصدام حسين. يعني هذا منين استشفى؟ هل كان هناك اتفاق بين الهيئة التمييزية وبين نوري المالكي على هذه القضية؟ لا من أين جاء بهذا التوقيت يعني؟ يعني نوري المالكي يعني أعتقد هو يستشف من ما موجود في المحكمة، المحاكمات. ليش هو متغلغل وياكم بالمحكمة؟ لا أبدا، لا متغلغل ويانا ولا. ليش شلون يصدق قرار؟ يعني يستشف من المرافعات أو كذا أو كذا. بس حدد قال لا 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 تمر لا تنتهي. هو الرجل، أحكي لك الصراحة، هو الرجل كانت في تلك الفترة حكومة المالكي عمليا تقريبا شبه ساقطة. يعني كان الوضع الأمني كلش تعبان. يعني يمكن بس خارج داخل المنطقة الخضراء. شنو علاقتها هاي بالقرار؟ صدام حسين، خلي بالك، صدام حسين شخصية مهمة فيما يتعلق بقضية الأمن. البعثين ما دام صدام حسين موجود على وجه الأرض، البعثين لن ييأسوا. يعني حتى القاعدة، حتى كثير من الناس، يعني بعد إعدام صدام حسين كثير من الناس رمت السلاح وحاربوا القاعدة هاي اللي يسموهم الصحوات، غالبيتهم من البعثين. فصدام حسين عامل مهم في استقرار أو عدم الاستقرار. فالمالكي كان يبحث عن النصر، المالكي كان يبحث عن شيء. إعدام صدام حسين كان بالنسبة له فشيء كبير. وهل سعى للتعجيل بالقرار حتى يحقق هذا النصر؟ لا مو سعى للتعجيل للقرار، لكنه ظروف اللي كانت موجودة خلت القرار أن يكون بنوع من الاستعجال بالأخير. أنتوا يعني كقضاة حاولتم تستعجلوا القرار أم أن القرار صدر وفق الآلية المتبعة والمعتمدة؟ يعني ما يعني فترة أكثر من شهرين الهيئة التمييزية لصدرت قرارها. لا ماشي هاي الفترة الشهرية، لكن بالأيام الأخيرة يقال صار أكو تعجيل بالأمر، يعني أكو حماس لا أنا أروي لك الصورة كما كانت، إحنا في تاريخ. نعم. يعني من زوق الموضوع أن زوقه أو كذا. يوم 23 بالشهر من 12-2006 أنا اجتمعت بالقاضي زهير عبد الصاحب أحد أعضاء الهيئة التمييزية والقاضي آخر صالح عبد الأمير، وقلت لهم خلي يعني نخلص القرار بسرعة.
انت طلب انت هاي بمبادره منك ام بايحاء وتوجيه وطلب من جهات عليا؟ لا ما اعتقد طلب وتوجيه، يعني يعني طولت القضيه. فكان زهير عبد الصاحب، ايش معنى انت يعني شمرت عن ساعديك؟ انا نائب رئيس المحكمه. ويعني استاذ عارف شاهين كان اكثر احيان في سليمانيه في كردستان. انت بدوافع قانونيه ولا سياسيه عجلت؟ اني لا، ولا هو لا، القضيه لازم تنتهي، يعني القضيه لازم تنتهي. فاستاذ زهير قال اني اكتب القرار خلال 3-4 ايام كل واحد. انت كنت حريص تنتهي وينفذ القرار قبل نهايه السنه ايضا؟ طبعا هو بالصراحه الاستعجال في تنفيذ قرار اعدام صدام حسين يعني مهم بكل بالنسبه لي، مهم برؤيه سياسيه ام برؤيه قانونيه؟ قانونيه وسياسيه. انت صررت في اللحظه كقاضي او كسياسي؟ كقاضي. كقاضي وريد تستعجل ايضا كقاضي؟ طبعا. الاخرين ايش قالوا وشنو رد فعلهم على؟ كتبوا القرار خلال 3-4 ايام، قدمنا اللي عندنا واستاذ زهير عبد الصاحب كتب القرار. اجتماعنا يوم 26 الساعه 12 تقريبا الظهر. زين ايش معنى شهرين ما انطبخ القرار وما تنفذ؟ لا لا كتبوا خلال الشهرين، كل من كتب اللي عنده. وليش بهالشهرين ما تم بعدين بشكل سريع يعني؟ يعني لازم ينتهي في وقت، ما انتهى في هذا الوقت، يعني شنو المشكله؟ بالضبط انت صدر القرار يوم 26/12/2006. الكل وقعوا ولا قسم ما وقعوا؟ لا لا وقعنا، بس كان احد القضاه الاكراد قال اني اخذ الفايل وقال محتاج شهرين. اخذ الفايل؟ اي اخذه راح الغرفه، قال اني بعد شهرين ما اكمل، اني رحت ورا الغرفه. قلت له شنو يعني شنو اللي يعيقك يعني؟ قال اني لازم يعني كذا، هو رجل شخصيته عنوديه. فاني رحت ورا الغرفه وحكيت وياه، وقع بعد ساعه، هذا اخر من وقع يعني. وبعدين وقعنا انا واستاذ عارف الرئيس والنائب. الكل وقعت؟ طبعا. بدون تحفظ؟ ابدا. هذا بالضبط اي يوم صار؟ 26/12/2006. يعني قبل 4 ايام للتنفيذ. نعم. وين من يصارق عليه المفروض؟ يعني قرار التمييز من يصارق عليه حتى يكون مهيئ للتنفيذ؟ لا هو صدر امر ديواني من رئيس الوزراء. شنو ديواني يعني؟ يعني امر ديواني صدر رئيس الوزراء. لا هو بالدستور من يصادق على الاعدامات؟ لا شوف اقول لك شغله، بالنسبه لمحكمتنا في ذلك الوقت الماده 27 من قانون المحكمه يقول لا يحق لمجلس الرئاسه وان يخفف او يعدل ان يخفف أو يلغي، لكن إيه تبقى المصادقه إيه مو محصوره. احكي لك احنا تقريبا يوم انت تريد ادخل لك في يوم التنفيذ؟ احكي لي في يوم التنفيذ. في يوم التنفيذ بعثنا رساله الى رئيس الجمهوريه، وكان السيد المالكي هو اولا منو حدد يوم التنفيذ؟ يعني يوم التنفيذ هو يقول خلال 30 يوم من المصادقه. نعم. هاي الخلال بعضهم يقول يفترض ان تنتهي ال 30 يوم وبعدها، وقسم يفسرها يقول لك لا خلالها. طبعا. وبعد 30 يوم، هاي البعد بعضهم يقول لازم تنتهي المده وبعد ال 30 يوم. وحتى داخل المحكمه يعني صار خلاف بين القضاة قالوا انه بعد 30 يوم. زين منو حدد انه هذا اليوم؟ منو انتم لو لا كان اتفاق ما بيني وبين سيد رئيس الوزراء. بينك وبين رئيس الوزراء؟ نعم. رئيس الوزراء كان حريص على ان ينفذ بهذا اليوم؟ نعم. ليش؟ يعني احكي لي حيثيه انه ينفذ بعرفات بالعيد، يعني ليش هذا الاختيار؟ ما كان ما ممكن تاجيله؟ يعني انتم كهيئه قضائيه بعيدا عن السياسه ما كانت تقدمون مشوره لرئيس الوزراء تقول له بهذا اليوم اولا ما يجوز قانونا؟ لا لو اكو لا اكو لا ضرورات ملجئه. لا لا مو ضرر، خليني اقول لك شغله. ما يجوز قانونا انا عندي رايي به. قلت لك بول برايمر علق عقوبة الإعدام في وقت أثناء في فترة المجلس الحكم، فكان بول برايمر علق عقوبة الإعدام والمواد اللي وياها 4-5 مواد، من ضمن أحد هذه المواد هي عقوبة الإعدام عدم تنفيذها في المناسبات الوطنية والدينية. لا هو علق العقوبة كلها بعد، لا وطنية ولا غير وطنية، هو تعلقت العقوبة كلها تعلقت وعلق كل ما يتعلق بها. بالضبط، احنا رجعنا عقوبة الإعدام فالمواد ظلت معلقه. اي ليش رجعت؟ انت من ترجع الاعدام يعني ماده تقول لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام بالمتهم في يوم عطلته الدينيه او الرسميه. نعم. هاي متعلقه بقرار الاعدام اصلا. إيه اذا اكو قرار عده مواد احنا اذا اكو قرار اعدام اذا يعني موجود قرار اعدام هاي الماده موجوده يعني تلقائيا تكون موجوده. لا مو شرط. فشلون تنتقي قرار الاعدام ترجعه بس ما ترجع الماده المتعلقه به؟ احنا رجعنا عقوبه الاعدام. وما رجعت الماده المتعلقه به؟ بقت الماده معلقه. انتم علقتوها؟ بقت الماده معلقه. لا هو منو رجع؟ انتم رجعتوا له منو رجع هالماده؟ قرار بريمر علق، انتم رجعتوا الماده المعلقه. نعم. ايش معنى رجعتوا الماده المتعلقه بالاعدام وما رجعتوا الماده اللي تحرم الاعدام او تمنع الاعدام في يوم العطله الرسميه والدينيه؟ احنا رجعنا عقوبه الاعدام وبقت معلقه ذيك الماده. انتم علقتوها؟ هذا جوابي. انتم علقتوها؟ هذا جوابي.
طيب التقيت انت قبل الاعدام التقيت بال يعني صارت مداوله بينك وبين رئيس الوزراء؟ نعم، هو بعث لي رئيس الوزراء في كان يوم الساعه 10 الصبح يوم 29 بالشهر. 29 بالشهر؟ اي نعم. يعني قبل يوم؟ قبل يوم الاعدام الساعه 10 صباحا دخلت عليه، يعني اتصلوا بي قالوا رئيس الوزراء يريدك، فدخلت عليه وكان يمه السيد الركابي صادق الركابي ومدير مكتبه دكتور طارق. فهو سأل رجل يعني كان يضحك يبتسم، قال لي ها ايش عندك كاكة؟ هو يسميني كاكة يعني كأنه أنا كردي. فقلت له أنا بكرة رايح مسافر، بكرة أو بعد بكرة مسافر هولندا أروح. هو الهولندا فعلا رايح أنت؟ إي رحت الهولندا. نعم. إي وقال لي أريد ننفذ حكم الإعدام بصدام حسين باكر، شو تقول؟ قلت له يعني شيء طبيعي عادي. يعني شنو شو تقول؟ يعني يستشيرك قانون ولا شنو؟ لا يستشيرني بصفه قانونيه. اي يعني هل يجوز التنفيذ باكر لو ما يصير؟ قلت له يجوز. باكر هي كانت عرفات. قلت له يجوز انت. اي نعم. يعني قلت له يجوز لو قلت له يصير، لو قلت له ما يصير، يعني هو سالك يجوز يعني هو راد مسوق قانوني منك؟ نعم. غطاء قانوني؟ نعم. انت اعطيته هذا الغطاء؟ اي نعم. طيب انطيته هذا الغطاء بناء على خلفيه قانونيه لو بناء على استجابه لرغبته ورغبتك انت ربما؟ انا قلت اعطيتك جوابي. يعني اعطيتك جوابي فماكو داعي نكرر هذا الموضوع. قلت لك اكو مواد معلقه وانتهى الموضوع فما كنت انكر هذا. طيب قلت له راح يصير يعني يجوز. نعم يجوز. قال تتنفذ حكم الاعدام؟ قلت له طيب السؤال هنا هو وانت يعني ليش اختار هذا اليوم يعني مثلا بعد العيد باربع ايام؟ يعني وين المشكله؟ يعني هو العيد كله اربع ايام او حتى خمس ايام. اقول لك شغله باب، قضيه اعدام صدام حسين تشبه كثير من القضايا الموجوده في التاريخ.